ايه رأيكم حبايبي الحلوين؟ عملنا فروت سلطة بالفواكه والمانجا، او سلطة الفواكه، او المشمشية بتاعة الافراح. عملناها بطريقة سهلة وبسيطة وطعمها تحفة يا بنات، حاجة ترطب على قلبك في الحر. مفيش لا اجمل ولا احسن من كده، طريقتها سهلة وبسيطة يا بنات وتحفة. لو اول مرة بتشوفيني ما تنسيش اختك في اللايك والشير والمتابعة على القناة، وتابع معايا الفيديو وتاكل احلى فروت سلطة بالمانجا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم متابعينا الحلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما، وصلوا على النبي حبايب الحلوين. ان شاء الله النهارده يا بنات بقى هنعمل حاجة ترطب على قلبنا في الحر ده، وحاجة جميلة جدا بالفواكه. هنعمل سلطة فواكه بالمانجا او المشمشية بتاعة الافراح، او فروت سلطة بالمانجا، هي لها كذا اسم، انت اختاري بقى الاسم اللي انت عايزاه. كده بقى هنسمي بسم الله. انا معايا مانجا وعنب احمر، عنب احمر وعنب ابيض، ومعايا تفاح ومعايا موز. بصي انت مالكيش دعوه بيا، لو عندك نوع واحد اعمليه ومانجايه اعملي بيه، ربنا يوسع على الجميع يا رب. كده بقى نسمي بسم الله، ننضف بقى الفاكهه دي ونعمل عصير المانجا ونقشر التفاح وارجع لكم تاني. وكده بقى يا حبايبي الحلوين انا نضفت الفاكهه كويس، نضفت العنب وقطعت الموز شرايح وقطعت التفاح مكعبات صغيره. كده بقى نسمي بسم الله، ومعانا منجايه متقطعه مكعبات ننزل بيها على الفاكهه بتاعتنا، وننزل بقى بالعصير بتاعنا. انا عملت عصير مانجا، نسمي بسم الله، احنا في موسم المانجا دلوقتي. كده بقى يا بنات نقلب، بسم الله ما شاء الله عملت معانا كميه، وكل واحد طبق دخليها التلاجه، ولو فضل منك حاجه حطها في الفريزر عشان ما تحمضش منك في التلاجه من تحت. كده يا بنات ايه رايكم في الحلاوه والجمال ده؟ طريقه سهله وبسيطه وترطب على قلبك في الحر. كده يا بنات هعصر نص ليمونه، كده بقى هعصر نص ليمونه عشان ما تسودش مننا، عشان فيها موز وفيها تفاح، متخافيش الليمون مش هيحدقها. كده بقى نقلبها ونحطها في الطبق بتاعتنا او الكاسات. ايه رأيكم بقى في الحلاوة والجمال ده؟ كده بقى نحط في الكاسات بتاعتنا، بسم الله ما شاء الله الالوان شكلها جميل جدا. تنسيش اختك في اللايك والشير والمتابعة على القناة. الحلاوة والجمال ده حاجة ترطب على قلبك في الحر في موسم المانجا، استغليها، وحاجة طريقتها سهلة وبسيطة. يا رب ما الطريقة تعجبكم، وتنسيش اختك في اللايك والشير والمتابعة على القناة، واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.